كشفت مصادر خاصة لشبكة CNN أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أجرت اتصالات تتجاوز مدتها 10 ساعات مع نحو 100 من قادة الحزب الديمقراطي، حيث أعربت هاريس خلال اتصالاتها عن امتنانها بدعم الرئيس الأمريكي جو بايدن لها، كما أكدت نائبة الرئيس طبعا في حديثها أنها تعمل بجد لكسب تأييد الحزب الديمقراطي. أطلقت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكي دونالد ترامب إعلانها الأول ضد كامالا هاريس، وهي أبرز الأسماء المرشحة لخلافة الرئيس الحالي جو بايدن في نيل ترشيح الحزب الديمقراطي على منصب الرئيس. إذن مشاهدين، هذه الصور تأتي مباشرة على ما يبدو هي كلمة للمرشحة لكاميلا هاريس، وتقول بأنه إرث إنجاز بايدن لا مثيل له في التاريخ الحديث. إذن هاريس تشير إلى إنجازات بايدن وتصفها بأنه لا مثيل لها في التاريخ الحديث، وربما هذه هي الكلمة الأولى التي تظهر بها بعد انسحاب بايدن من الترشح. طلعوا أيضا لتهنئتكم عندما تعيدوا الميداليات الذهبية إلى أرض الوطن. إذن لكل رياضيين، أدرك أن الأمر لم يكن سهلا أن تصلوا إلى هذه المرحلة. كل واحد منكم واجه تحديات وعراقيل، ولقد عانيتم كثيرا، ولكنكم كافحتم وناضلتم، ومن خلال القيام بذلك أظهرتم العظمة التي تتطلب. إذن قال تقرير أو تنضم إلينا من ميشيغان مديرة مكتب الحدث في واشنطن نادية البلبيسي. أهلا ومرحبا بك معنا نادية. ما هي الأجواء حقيقة؟ ما الذي يحكى الآن خاصة في ظل تصريحات ربما كثيرة من الحزب الديمقراطي وأيضا من الجمهوري، وهناك من يقول بعض المصادر بأنه هناك خشية من قبل بايدن على أن تنافس كامالا هاريس ترامب؟ أولا نبدأ بالمعسكر الديمقراطي، يعني خبر انسحاب الرئيس بايدن رغم أنه متوقع لكنه أتى مفاجئا في عطلة نهاية الأسبوع، ومنذ أقل من يوم تقريبا وكل أركان الحزب يدعم كامالا هاريس كمرشحة له. الأموال تتدفق عليها من كل الجهات، 49 مليون دولار جمعتهم في 24 ساعة فقط منذ إعلان بايدن بالانسحاب، وبالتالي الصورة هي صورة توحد حول مرشحة. البعض يرى بأنها هي الوحيدة الآن التي يمكن لها أن تتقدم أمام الرئيس ترامب وأن تكون مرشحة الديمقراطيين. لا أحد يستطيع أن يتحدى هذا الترشح، أولا لأن الرئيس بايدن هو الذي دعمها شخصيا، وثانيا لأنها نائبة الرئيس، وتقليديا نائب الرئيس هو الذي يرشح نفسه إذا تنحى الرئيس أو إذا لم يترشح لولاية ثانية. ثالثا لأنها امرأة، ولأنها من أصول آسيوية وأفريقية، وبالتالي تحمس القاعدة الشعبية الديمقراطية، تحمس الشباب اليساريين اليمينيين التقدميين، كل أطياف الحزب الديمقراطي. إذن الآن نتحدث عن عملية ربما قانونية إذا أردت. الدعم لها هو شعبي وأتى من الجميع، لكن سنتقدم إلى الأمام وسنرى كيف ستصبح كامالا هاريس هي رئيسة مرشحة الحزب الديمقراطي في المؤتمر الوطني الذي سيعقد في 19 من أغسطس القادم. ومن هنا كل هذا التنسيق وكل هذه المكالمات التي تحدثت عنها، أجرت هي عشرات المكالمات بالأمس، ورأينا مجرد انسحاب الرئيس هناك دعم من الرئيس السابق بيل كلينتون، من المرشحة السابقة هيلاري كلينتون، من طبعا الكثير من المشرعين السناترز وغيرهم، ومن الرئيس طبعا بايدن أولا. ومن هنا التركيز الأساس سيكون حول الالتفاف حول مرشحة واحدة، وعكس صورة الوحدة التي سادتها فوضى وانقسام على مدى طبعا أسابيع.
الصور التي تناقضت مع صورة الحزب الجمهوري في ملواكي، حيث كنا على مدى 4 أيام نتابع إجراءات وجدول الحزب الذي توج الرئيس ترامب مرشح له جي دي فانس طبعا كنائب. والآن حملة الجمهوريين أصابها نوعا من البلبلة، لأنها كانت تتوقع أن يكون الرئيس بايدن هو المرشح وهو أسهل لها لأن تهاجمه من كاملا هاريس، لكن أعتقد بأنه الرئيس الآن سيبدأ بتوجيه كل أسلحته اتجاهها وتصويرها بأنها هي امتداد لسياسات بايدن. هو بدأ بذلك حقيقة كما يقال، بدأ هذا النهج يتبع. هل فعليا في الأوساط الأمريكية والديمقراطية تفاؤل بأن تكلل هذه الجهود وهذه المساعي بأن تصبح هاريس رئيسة للولايات المتحدة؟ لا شيء مضمون. عادة نتحدث عن مفاجآت أكتوبر في الانتخابات الأمريكية، لدينا مفاجأة يوليو، لكن هناك حماس كبير جدا، هناك تفاؤل كبير، هناك وحدة لم نراها سابقا. وطبعا الأمريكيون دوما يريدون أن يصنعوا تاريخا، يعني الرئيس أوباما كان أول رئيس من أصول إفريقية، الآن سيدعمون امرأة هي من أصول آسيوية وإفريقية، وهذه نقطة مهمة لكثيرين. لكن أيضا هي لا تتمتع بشعبية كبيرة، لديها مشاكل بالنسبة لقضايا مهمة للناخب الأمريكي مثل الاقتصاد والهجرة، وطبعا فشلت في موضوع الهجرة. كنت معنا مديرة مكتب الحدث في واشنطن نادية البلبيسي، شكرا نادية.